يا ترى باترون الكروشيه التونسي شكله ايه؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم وفكره جديده. الفكره النهارده جايه من عندي بناء على تعليق انا مش لاقياه فعليا، ولكن كانت بتسأل على انه اشرح باترون الكروشيه التونسي عشان تبتدي تشتغل هي تبعا للباترون، يعني بأي قطعه هي تشوفها. وكان وقتها الموضوع ده فيه صعوبة لسبب بسيط. الكروشيه التونسي حديث شوية بالنسبة حتى للأجانب، ما كانش حد كتير بيشتغل، فما كانش ليه باترون. في الحقيقة كان هو الباترون عبارة عن أنا بقولك أنا عملت كذا في الصف الفلاني، عملت الغرزة العلانية، عملت حردة مثلا من الجزء اليمين بتتعمل بالطريقة الفلانية، وده كله كان بيتكتب بالإنجليش زي ما انتم شايفين كده، وهو ده كان بيتقال عليه باترون. فبعد فترة من شغلنا للكروشيه التونسي ابتدوا ان هما يحطوا رموز للكروشيه التونسي، وطبعا انا بكلمكم من وجهة نظري، ده اللي انا شفته وتعاملت معه، هو ده اللي انا كنت بلاقيه وقتها. فبكل بساطة انا لقيت بعدها انه في باترون للتونسي، وابتدى من 5-6 غرز موجودين او 20-30 غرزة بالكتير، لانه بدأ يكون في 50-70 غرزة، وان شاء الله هشرح لكم اجزاء من الغرز دي الايام الجاية. ده حاجة. الحاجة التانية ده شكل الباترون بتاع التونسي. اغلبكم مش هيفهمه لسبب بسيط، وهو ان الباترون رمز الغرزة اللي موجودة في الكروشيه التونسي، والاسم اللي مكتوب جنبها ده اسم الغرزة تحديدا، والشكل اللي انتوا شايفينه ده شكل الغرزة التونسي. ولكن في صعوبة للبعض منكم لانه احنا لسه ما خدناش الغرز دي، اغلبها يعني ما خدناهوش، احنا خدنا الاساسيات بس. عايزة اقولك حاجة صدمة شوية، انه الاساسيات اللي انت اخدتيها في الكروشيه التونسي بيطلع منها بعدين غرز تانية، وهي دي اللي بتكون اسمها اسم غرزة مختلف. يعني ممكن ان انا احور الغرزة البسيطة او الغرزة الكلية، وهتلاقوها معايا ان شاء الله قريب، هتلاقوها الطريقة هي المختلفة، ولكن مش الطريقة بس، الطريقة اختلفت فسموا الغرزة اسم مختلف. ما يسبكوش الاحباط او ان انتوا لسه مش فاهمين حاجات كتيرة، لا بالعكس، انتوا خدتوا الاساسيات اللي تقدروا تبنوا عليها كل حاجة موجودة معاكم وبس. خلاص، كانت فكرة سريعة وبسيطة اعرفكم بيها شكل ولو بسيط من باترون الكروشيه التونسي. انا للحقيقة مش بشتغل بباترون لوقتنا هذا، انا بشتغل تبع للغرزة، وانا اللي بصمم القطعة بتاعتي من الصفر. ممكن استوحى بعض الافكار بتاعتي من بنترست عشان اقدر اشوف شكل حلو مثلا يجذبني، وبعملش حاجة تانية خالص، ولكن كلنا على هذا الحال يعني. وبس خلاص، فكرة بسيطة وسريعة، اتمنى تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير. مع السلامة. Bye.